إذا أخذنا بالاعتبار ما قاله المسؤولون الأوكران وفي ذروتهم الناطق باسم الكريملين بيسكوف، كان قد قال أن ما حدث من تمرد خلال الساعات الماضية أو 36 ساعة الماضية تحديدا لم يؤثر أو لن يؤثر على سير العمليات العسكرية في الجبهة مع أوكرانيا. هذه نقطة. أما النقطة الثانية فالتأثير على روسيا أعتقد أنه تأثير كبير. أضف لذلك هناك ما يثير أو هناك ما هو مريب أو غير واضح، بمعنى بعض الصحف الغربية تحدثت وهي واثقة وبأرقام أنه لم تتعرض أماكن تحشد قوات فاغنر لأي ضربات جوية أو صاروخية روسية. كذلك قالت CNN تحديدا، وهي معروفة أنها ذراع المخابرات المركزية الأمريكية، قالت أن مثل هذا الانقلاب أو هذا التمرد العسكري الذي قام به بروغيجين إنما كان مبيتا وقد جرى أو يجري الإعداد له منذ فترة بعيدة. كل هذا وذاك يجعلنا نتساءل أيضا لماذا قطع كل هذه المسافات بعد أن سيطر على مدينتين، أقصد بريغوجين وقواته المتمردة، ووقف على بعد 200 كيلومتر من موسكو. القضية الأخرى التي يمكن أن نقف معها عندها أو معها، كيف لرئيس دولة آخر أن يتوسط بين الرئيس الروسي والذي كان يقول عن نفسه قيصر ليبدو ضعيفا؟ بصراحة اهتز الموقف الروسي كاملا، بصراحة أكثر موقف الجيش الروسي أيضا ليس كما يرام في الداخل الروسي. نحن على أبواب مفتوحة على مصاريعها واحتمالات قائمة، بمعنى أن هناك ضعف في إدارة هذا الملف. أضف لذلك المتصلبون كانوا يطلبون من بوتين أن يقوم بقبضة حديدية أكثر بالتصدي لهكذا تمرد. ولكن دكتور اسمح لي هنا، أريد أن أتباحث معك مع نقطة أثرتها وهي شيء مهم، أن هذا العمل كان مبيتا، يعني كان مدبرا له. ومن تقصد؟ هل ربما هو الغرب مع أمريكا أم الروس نفسهم؟ يعني من الذي يمكن أن يدبر هذه العملية؟ هلا أنا بظهور على أكثر من فضائية يوم أمس ربط يعني شديد جدا بين بروغوجين وجهات مخابراتية غربية، ووضعت في مقدمتها ربما المخابرات الأمريكية، والقضية بامتياز أسميتها أو وصفتها أنها الهجوم المضاد الموعود الذي لطالما قيل عنه، إلا أنه كان قد بدأ فعلا في الداخل الروسي. أنا أميل إلى هذا، لكن هذا أيضا نفسه لا يعني أبدا أنه لم يكن هناك اتصالات مخابراتية أخرى. هناك من يقول أيضا، وهذا القول ضعيف غير متين، أن هناك نوع من التنسيق والتوافق بين بوتين وبريغوجين، بدليل أن الأمور بسلاسة، يعني خلصت بسلاسة تقصد؟ نعم، يعني الأمر لم يكن في المستوى الذي تم الحديث عنه. 375 آلية مدرعة تتجه في اتجاه موسكو، تصريحات في تصعيد طب وإذ كل شيء انتهى، وقال بريغوجين ترك الشقة على من بقى كما يقول الشوام عادة، وسيذهب إلى بيلاروسيا، في حين كل الأرقام تتحدث أنه لم يصل بعد ولا مكان محدد له. ليس هذا فقط، بل هناك من يقول أي بوتين نفسه. طيب الآن دكتور، الآن ما المتوقع من بوتين؟ هل من الممكن أن نشهد عمليات تغيير في النخبة السياسية في البلاد وخاصة في وزارة الدفاع؟ بوتين بات أضعف من أن يتخذ أي قرار، إلا إذا كان هناك تبييت مسبق منه مع بعض قادة القوات المسلحة، عبر بروغوجين الذي سمي خائنا وطعن بالظهر يوم أمس. إن كان هذا موجودا والغاية منه أن يقوم بوتين وهو ليس بحاجة لهكذا قرار، لأنه الآن أضعف ما كان عليه أول أمس. بوتين بات ضعيفا، بات بمقدور كل نخبة رجال الأعمال وصفتهم من الروس الأوليغارشية، كل هؤلاء الناس ربما يفكرون بطريقة بروغوجين أن من
أن يملك القوة، يملك القرار، أو يملك أن يملي الرغبة. لم يكن بوتين بحاجة إلى هذا، وإن كان هذا فهو غاية سابقا، والغاية أولا وأخيرا أن يتم الكشف على من سيمشي في مسيرة العدالة أو العدل التي أطلق أسماها بريغوجين. إن كان ذلك ممكنا، يعني بصراحة أكثر أنا بتلاحظوا ماني متردد، لكن ما عندي معلومات أركن إليها بدقة متناهية، لأن ما هو موجود مريب، يعني انطلاق باتجاه انقلاب. طيب بعد أن انتهت نعم دكتور، بعد انتهاء هذا التحرك العسكري أو كما تسميه روسيا هذا الانقلاب أو التمرد، ما سيكون وضع بريغوجين بعد وصوله إلى بيلاروسيا وهو الآن موجود عند ألكسندر لوكاشينكو وهو الحليف لبوتين، وأيضا وضع مقاتلي فاغنر، مستقبل فاغنر كيف سيكون؟ الناطق باسم الرئاسة الروسية تحدث عن هذا بوضوح وصراحة، أن أي من مقاتلي أو قتلتي فاغنر لن يتعرض للمساءلة، سيما أولئك الذين لم يستجيبوا لدعوة بريغوجين، وأن لهؤلاء الانضمام إلى الجيش الروسي أو توقيع اتفاقيات مع وزارة الدفاع. أما بريغوجين فهو ذهب إلى كما يقولون وفق الاتفاق ذهب إلى بيلاروسيا، وأؤكد أنه لا معلومات دقيقة على ذهابه، لكني أميل وكتبت صباحا إن لم يقتل هذا الرجل بظرف غامض أو بظرف علني أو بطريقة ما يقول أنه في أسر نوبة قلبية، فالرجل موجود وسيبقى علامة عار في جبين العسكرية الروسية والكرملين على وجه التحديد. نعم أشكرك جزيل الشكر لكل هذه المعلومات من مدريد الدكتور صلاح قيراطة أستاذ العلاقات الدولية.